لك بصراحه، جمهور الاسماعيلي عمره ما كان يتفاهم هذا الامر. انا عايز اسالك دلوقتي الوضع ايه؟ يعني جمهور الاسماعيلي لما تيجي تقول له مثلا اياد العسقلاني مثلا الاهلي بيفاوضه عشان ياخده، اياد العسقلاني اصلا كده كده مش من عندك، يعني يجي على الاسماعيلي انتوا ازاي عملتوا كده وازاي سبتوه ده الاهلي هياخده، الزمالك بيتفاوض مع عمر السعيد، مش عارف مين عايز ياخد عبد الرحمن مجدي. فكان دايما جمهور الاسماعيلي يهجم على الاداره، يهجم على الجهاز الفني ان هو يستغنى عن اللعيبه. هل دلوقتي جمهور الاسماعيلي وانتوا بتلمسوا جمهور الاسماعيلي طول الوقت وبتشوفوه طول الوقت متفاهم الكلام ده ولا مش متفاهمه؟ بص احنا بنحاول نشرح عشان الناس تفهم. وفي نفس الوقت انا متاكد ان في ناس كتيره فاهمه، لان الناس كلها شالت ايدها، كل الناس شالت ايدها، ما حدش بيساعد النادي الاسماعيلي خالص. يعني حتى الناس اللي موجوده في اسماعيليه اللي هم رجال الاعمال كله شال ايده وسايبين الباشمهندس نصر لوحده. ليه؟ هو مجلس ما لا ما ما انا ما اعرفش اسباب طبعا. ما اعرفش عشان بس ما بس ما فيش حد بيساعد خلاص. ما فيش حد بيساعد. يعني حتى المفروض يعني برضو انا بقول كلام كده ما اعرفش، يعني المفروض انك انت عندك محافظه تبقى واقفه مع النادي وبتساعد النادي، لكن سايبين الامور برضو خالص. مجلس الاداره يدير فقط النادي، مجلس الاداره ومجلس اداره يعني هيعمل ايه برضو؟ يعني مش عايزين يعني نكلفهم اكتر من طاقه. لكن انا بقول ان احنا بنفهم الناس عشان تبقى فاهمه الكلام ده. انا ماليش، احنا فرطنا في زي ما قلت، بس عشان ارجع للحته بتاعتك. ياو واياد، اياد احنا بعناه لنادي روسي، حاطين مثلا شرط ممكن يرجع للنادي الاسماعيلي وممكن يتباع بره. انا خلاص انا بعت اياد، يرجع بقى من النادي التاني على نادي اي اسم. هل اياد العسقلاني في عقده حاجه بتقول انه لو هيرجع مصر؟ انا اعرف ان هو المفروض يعني لو رجع مصر يجي الاسماعيلي، لكن في الاول وفي انا بسمع كده كريم، لكن ما اعرفهاش 100%. مش تفاصيل التعاقد، لكن في الاول وفي الاخر انا بقول خلاص انا اياد ما بقاش بتاعي. صحيح، فمن حقه يروح في حته تاني. حاجه كريم، احنا في زمن الاحتراف وانك انت تعمل ارقام كبيره للنادي، مش فارق معايا مين بقى. انا هبيع كريم، هبيع كريم بقى، يجي لي محمد، يجي لي حسين، يجي لي صلاح، اي واحد فيهم. المهم ان انا عايز اللي يخدمني في شغلي، يديني الرقم اللي انا عايزه. ما انا كده كده انا هبيع كريم. بص كريم، مش عايزين نعمل زي الزمن اللي فيه جهل شويه، ان احنا نقول ايه اصل هنصفر كريم مش عارف فين عشان يرجع كوبري. يعني انا بقول ايه، احنا عايزين نخلص من القصه ديت. في الاول وفي الاخر هو زمن احتراف، ارقام كبيره، هنحاول نشوف. لا اجزم طبعا دلوقتي يعني ان ما حد موجود، وبرضه في نفس الوقت مش هقدر اقول ان حد ممكن نمشيه، لسه ما تعرفش الامور هتمشي ازاي.